حارة اليهود، وأدعوكم جميعا لمشاهدة المسلسل. كنا بنتناقش في البريك مع الدكتور مدحت ومع كل النجوم إنه إزاي عايز تغير الستيريوتايب، يعني إزاي عايز تغير يعني في مشاعر عدائية بين العرب كلهم وبين المصريين وبين الإسرائيليين طبعا، وللأسف في خلط بين اليهودي والإسرائيلي لدى ناس كتير جدا. فإزاي أنت هتحاول إن أنت تغير الستيريوتايب وتقول له لأ، إنه الدين يختلف عن الجنسية، وإن الإسرائيلي ده شيء لأن ديننا بيقول لنا كده ببساطة. الدين بتاعنا بيقول إن اليهودي هو أهل كتاب، أهل كتاب كتابي، وانت ما اذا كان متعدهوش لانه اهل كتاب ما فيش بينك وبينه حاجه. ليلى مراد يهوديه يا جماعه، كانت يهوديه. يوسف درويش هو واحد من المناضلين العظام في تاريخ مصر، يهودي. في بتقدم النموذج ده، وبتقدم نموذج تاني زي موسى اللي بتقدم العنصري اللي حاسس ان هو لازم ياخد ارض الميعاد من كذا لكذا. فانت بتقدمي كل النماذج، لكن ما ينفعش تقدمي نموذج واحد. ما تيجي تقدمي مسلم، ما ينفعش تقدمي المسلم اللي بدأن اللي الناس بتوصفه بانه متطرف، لان حتى اللي بدأن ده في ناس منهم كويسين جدا، في ناس متطرفين وفي ناس مش متطرفين. يعني انك تقولبي اي شخصيه او اي ديانه تحت اي مسمى، ده نوع من انواع الفن الرخيص الغير جيد. احنا تربينا غلط. احنا اتربينا غلط، احنا طلعنا بنكره اليهود واحنا مش عارفين بنكرههم ليه، بالرغم انه في جاليه موجوده في مصر. وانا رحت الحقيقه المعبد هناك، وفي جاليه وناس كتير مش قليلين وبيخافوا يقول انه انا يهودي، فبيقولوا احنا مسيحيين. وشفت فيلم دوكيومنتري عندك في حلقه انه الست بتقول انا مش لاقيه مكان اصلي فيه. يعني زي انا ابقى انا مصريه، زي انا مصريه وابقى خايفه ان انا اروح اصلي وخايفه اقول على ديانتي. اذا كان البهائيين بيحاولوا يعملوا كيان ليهم، يبقى انا ابقى بقول الحريه والحريه وحريه الراي وحريه الدين، وبنقول السلام. يعني احنا يعني لما نقول احنا فاتحين مصر للسلام وبنمد ايدينا للسلام، ما ينفعش ان انا امنع مصري او احرم مصري من بلده ومن بيته ومن ديانته ومن مكان اللي بيصلي فيه. انا ليه قافله المعابد؟ يعني انا سؤال انا عايز اساله. لا هي المعابد موجوده، لا بس هي موجوده بس هي مقفوله، يعني مقفوله امنيا. لا هي مقفوله امنيا، ان انا سائل علشان احنا، عشان احنا ربينا الجيل اللي انا منه. طب انا هقول لك بس حاجه بقى. لا احنا ما ربناش الجيل ولا حاجه، احنا اتربينا على قضيه اسمها قضيه الفلسطينيه، قضيتها الاساسيه ما فصلتش. لا مش ما فصلناش، خلينا بس عشان ايه نبقى واضحين. لا احنا كانت قدامنا القضيه الكبرى اللي هم لهونا عنها بخلافاتنا الداخليه. القضيه الكبرى للعرب هي اسرائيل. اوكي. واحنا اليهود كثير منهم جدا دفعوا دفعا، مش من نظام عبد الناصر، عشان اقول كمان مره، اليهود دفعوا دفعا عن طريق اسرائيل ان هم هاجروا. اليهود الاغنياء كانوا متحكمين في الاقتصاد المصري، وبالتالي ما عندوش اي مشكله. على فكره كل اليهود الاغنياء ما راحوش اسرائيل، راحوا فرنسا وراحوا كندا وراحوا امريكا. الغلابه بس اللي راحوا اسرائيل، واخد بالك؟ هم عملوا يعني اسرائيل كانت بتعمل قضيه لافون، اتعملت وضربوا المصالح الامريكيه والمصالح علشان يدفعوا اليهود للهجره ويروحوا اسرائيل. الخلط ده مش موجود عند كل الناس على فكره، موجود عند المتطرفين بس. يعني احنا ما عندناش، بس برضو انت بتصحح صوره جوه المجتمع. بس يعني ياد انت ما قلقتش لما لقيت صورتك في الصحافه الاسرائيليه؟ مبروك حبيبي. انت ومنا، انت ومنا. يعني اكيد قلقت، بس انا مؤمن بالمشروع، ومؤمن انه المشروع بيقول حاجة انا من الحاجات المؤمن بيها قبل ما حتى يكون المشروع موجود. يعني انا عندي مجموعة افكار في حياتي، عندي حاجات، فبيجي مشاريع بتشبه اللي انا بفكر فيه. يعني لما قدمت مشروع الجماعة، انا مش كنت بس بقدم مشروع الجماعة، انا مؤمن بالفكر ده، عندي حاجة ضد الفكر ده ولازم يبان ولازم اظهر النقاط السلبية في الفكر الجماعة. المشروع حارة اليهود انا مؤمن بالمشروع، يعني هو جت فكره فعلا انا بفكر في المنطقه دي، فشيء مؤمن بيه انا لازم اقدمه. فانا الان بقدم الفكره، يعني من تقديم الفكره، لكن مش الان من فكره انه هتظهر في الصحافه الاسرائيليه ولا لا. انا مؤمن الاقي انه الفكره دي فعلا توصل زي ما احنا حابين نوصلها. في الاخر برجع اقول انه العمل الفني هو مش عمل مدرس، انت بتطرح اسئله على المشاهد.
يعني مش هنقعد احنا مش هنقعد نقول له حب اليهودي او حب الاسرائيلي، احنا مش هنعمل كده ولا هنقدر ولا في عمل فني ممكن يخليك تقدر تعمل كده. لكن هو سؤال المشاهد بيسال نفسه سؤال، هل فعلا في فرق؟ هل احنا النقطه دي لو وقفنا عندها وتغير مفاهيمنا فيها هل هتعمل فرق؟ انا بالنسبه لي من قناعاتي هتعمل فرق جدا، وممكن تنهي المشكلة اللي موجودة في المنطقة بشكل كبير. طبعا مش مسلسل هيحرك ده، لكن هي البداية الدنيا بقى الحركة. العالم ابتدى بكلمة يعني، يعني انا مش هنسى كلمة قالها رئيس الجمهورية لما راح يزور الكنيسة اول مرة يزور الكاتدرائية، قال لهم ما تقولوش مسيحي مصري ولا تقولوا مسلم مصري، قولوا مصري بس، قولوا مصري بس. ودي مهمة جدا، هو ده اللي انا بدور عليه. محمد عبد الحافظ حسن البنا، مساء الخير يا محمد. نور دكتورة لميسة، ازيك يا حسن البنا؟ ده دور يعني دلوقتي مش محبوب على الاطلاق بس هو ضيف شرف الحقيقة، ومتشكرين يا محمد نورتنا الحقيقة، يعني انت راجل نجم وبطل، فهو الحقيقة شرفنا انه يبقى ضيف الشرف عندنا يعني. ربنا يخليك يا دكتور. ما قلتش يا محمد انه كان في مسلسل كامل عن حسن البنا وكان اياد بيعمل يعني دور حسن البنا، ما قلتش ان انت تعمل نفس الدور ده مرة تانية حتى لو كان يعني قصير؟ لا لا لا، اياد استاذ كبير، احنا نروح وبعدين ده دور يعتبر ضيف، وهي شخصية مهمة بشكل عام، فعشان كده انا حبيت ان انا اعملها، وخصوصا ان انا قبل كده خدت التجربة دي مع الاستاذ عادل امام في العراف، فحبيت التركيبة دي قوي سبحان الله، حبيت اللغة العربية والحاجات دي. والله انا ببقى سعيده لما الاقي ممثلين بيتكلموا باللغه العربيه اللي افتقدناها يعني شويه يعني، يعني بنحس انه يعني نرجع تاني حد يعرف يتكلم اللغه العربيه السليمه يعني. يا رب تطلع مظبوطه يا دكتوره ان شاء الله. شكلك ما تقلقش، لو مش مظبوطه بنظبطها يا محمد. لا مظبوطه يا محمد. بشكرك يا محمد، اتمنى لك التوفيق. اضطريتي تتعلمي الرقص ولا ايه؟ اضطريت فعلا، لان انا ما يعني كنت ببقى متخشبه كده وانا لاني بتكسف، فكان موضوع الرقص صعب عليا. حتى انا رحت لمدام لوسي علمتني شويه حاجات كده، كانت اول حاجه علمتهاني ان انا وانا برقص انا باصه كده عشان انا ما يعني مكسوفه. علمتني مبدئيا ان انا ما بقاش باصه لتحت، ابتدي ابص كاني عندي جمهور وكده اهوت. فطبعا هو يعني يعني يا رب المشاهدين يعذروني ان انا يعني ما لحقتش اتعلم قوي يعني للدرجه. يعني انا لاحظت مثلا انه الرقص طبعا مختلف، رقص زمان مختلف، وانا لاحظت حتى في الخماره ان الرقص لا يعني انت دلوقتي بتقولي لها اتعلمت أيوة الرقص مزبوط. انا هتساليني تقولي لي يعني انا محرجه قاعده خايفه معلمه دلوقتي، فالرقص بتاع زمان غير رقص دلوقتي. مظبوط. فانا مدام لوسي هي اللي علمتني بشكل كبير، وكمان دكتور عاطف عوض ده الفنانه لوسي، يعني روحتي لوسي نفسها يعني. والله هي بجد كبيره يعني، انا كلمتها راس الراس الكبيره، انا قلت اجرب استنى المسلسل يعني بتاعك برضو انا قلت اجرب كده، كلمتها انا كنت عارفاها طبعا يعني وبحبها جدا، فقلت اجرب اسالها كده، فبصراحه قالت لي البسي وانزلي تعالي لي حالا. رحت لها في ساعتها يعني وكده، وادتني كام كلاس كده، وكمان كانوا جايبين لي شركه الانتاج، كانوا جايبين لي بنت يعني اسمها دعاء حجازي برضو بترقص، فيعني عملت مجهود، يا رب يكون يعني كان كويس، بس يعني مش 100% رقص يعني ماشي. بس هوبفل يعني ان المنظر يكون التقطيع وكده ما يكونش جايب يعني فكره رقص زمان، ان الكوريوجرافر يبقى واخد باله ان رقص زمان غير عن رقص دلوقتي. ما انت لما تشوفي هتحس ان ده الرقص بتاع زمان، نفس عوالم زمان غير عوالم دلوقتي. وبعدين مش رقصه بالمعنى اللي يعني ايه، مش رقصه بالمعنى زي افلام زمان كده اللي هي تغضب من حبيبها وتغضب ما بتروحش على الرقاصه والحاجات دي، لا يعني تركيبه مختلفه شويه، لها علاقه بعلاقتها بابوها بنفسيتها يعني هي مبرر ليه هي راحت تشتغل رقاصه يعني، فاهمه؟ في تركيبه مش بترقص عشان هي نفسها ترقص يعني، هي بتحب الرقص بس هي من كتر ما هي عندها علاقه غريبه بابوها ومن كتر ما هي كرهاه برضو متهيالي نفسها تنتقم منه. مظبوط حاجه بس يعني ما حاجه بتقول كده انت قلتي حراتي لا 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 في خيوط كتير قوي، بتبصي لي ايوه عشان انت الدور بتاعك، الدور بتاعك يعني مين اللي كان قائد ليكي في انت مين بقى الشخصيه اللي انت قلتي انا عايزه مش اعمل زيها بس يعني مين اللي اتفرجت؟ انت بتقولي عمرك اتفرجتي على سينما طبعا. لا بس في الفتره دي بالذات علشان يعني انا كان هاممني قوي هدى سلطان، حيا كاريوكا، هند رستم. بس تحية كاريوكا وهدى سلطان، هدى سلطان طبعا يعني أجبه كارفة يعني
كارثه عليك. كارثه عليك يعني واخده منهم شويه، واخده من لان هم في فتره كانوا عاملين النوعيه دي الكاركتر ده. هل في سياسه بمعنى في بقى القصر بيطلع مثلا في سياسه ولا احنا السياسه كلها رد فعل؟ يعني ما عنديش ولا شخصيه وفد مثلا، لا ما عنديش ولا شخصيه تاريخيه معروفه بخلاف مثلا ان قراشي ساعه الاغتيال، حسن البنا، حاجات بشكل ده. لكن مثلا ما عنديش حد من مجلس قاده الثوره خالص، ما عنديش. لكن كل تاثيرات ما حدث، لان الست سنين دول حصل فيهم احداث تاريخيه غريبه جدا، زي ما كان نتكلم من 48 ل 54 حصل بقى اغتيال النقراشي واغتيال حسن البنا وحل الجماعه وحريق القاهره والثوره والجلاء و 100 حاجه. فتاثيرات هذه الاحداث السياسيه على اهل الحاره الذين يمثلون مصر، هو ده الموضوع. لكن انا المسلسل مسلسل اجتماعي من الدرجه الاولى ومسلي وكل حاجه، عشان بس نضيف على فكره مش عايزين ننسى الاستاذ سيد رجب ووليد فواز وسامي العدل والحقيقه وليد فواز عامل يعني دول عاملين كاركترات حقيقي ابطال يعني حقيقي. كل واحد زي ما قلت ان كل واحد بطل في دوره. يعني انا وليد متوقع له حاجه جميله قوي، سيد رجب يمكن عشان كل دوري معاهم، فطبعا بجد متميزين جدا. والبنات الصغيرين من ايام ماندو الحقيقه، البنت اللي طالعه اختك، والبنت اللي طالعه بسمه، والولد الشاب الصغير اللي عامل محمود اخو منا، اخو منا اللي عامل اخو منا احمد حاتم واللي عامل الاخوان الشاب الاخوان اللي بيحب اختك برضو حسن محمد. الولاد كلهم الحقيقه اختيارات هايله. معايا بعض الاتصالات الهاتفيه قبل ما انهي البرنامج. فردوس من القاهره، اتفضلي يا فردوس. اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيبه وحشتيني. اولا انا عارفه ان هم الاستاذ مدحت العدل، الدكتور مدحت العدل هيطلع حاجه كويسه. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. الله يخليك. اولا كل القصر قاعد مع حضرتك يسهل كل خير، وواضح ان هو هيبقى عمل كويس قوي، وان شاء الله يكون حاجه كويسه ان شاء الله. حاجه تخلينا نفكر نشغل دماغنا شويه. بصي ان شاء الله مصر ماشيه لقدام باذن الله. باذن الله يا فردوس. كل سنه وانت طيبه. مدام رميس كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه وانت طيبه وانت طيبه. احمد اتفضل يا احمد. احمد مساء الخير يا مدام رميس. مساء الفل، اهلا بيك. مع حضرتك احمد فاروق المنتج الفني لمسلسل حرب. اهلا وسهلا. كلهم كلهم. الراجل ده شقي برضه، تعب معانا تعب غير طبيعي. اهلا بيك اتفضل. كلكم بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل للساده المشاهدين كل سنه وهم طيبين جميعا. كل سنه وانتم طيبين. وانا فخور بجد ان انا اشتغلت في المسلسل او شاركت في صناعته الحقيقه. وبجد بشكر الاستاذ جلال عدل لان هو حمل كتير جدا عمل، وحمل تكاليف عاليه جدا. ده كاكزيكتيف بروديوسر ده بيبقى صعب قوي. مش انت البروديوسر ده صعب. ما تقدرش عليه ميزانيه الدوله. ده شاطر قوي. ده شاطر قوي قوي. لا بسم الله ما شاء الله، يعني تعب معانا قوي لانه فعلا هو طبعا تفاصيل. البروديوسر ده بتاع التفاصيل كلها. اتفضل. طيب احمد عايز اقول لحضرتك ان احنا تعبنا جدا في التحضير، وتعبنا جدا في ان احنا نجيب الاماكن المناسبه، وتعبنا جدا في ان احنا نوصل الصوره المطلوبه للمخرج، لانه يعني الدكتور مدحت كاتب نص عايز اقول لحضرتك عليه ان هو ما تتحملوش ميزانيه الدوله الحقيقه. ده حقيقي. لا يعني مبروك بنحضر في المسلسل الحقيقه، لانه مبروك مقدما. صعب جدا والطريقه السينمائيه كاميرا كمان حلوة. أنا عايزة أقول لك كاميرا حلوة. كاميرا حلوة. أحمد كاميرا حلوة، إضاءة حلوة، حركة الكاميرا مريحة جدا للعين. بشكرك جدا أستاذ أحمد فاروق، ويعني بشكرك على المجهود اللي أنت عملته في المسلسل. إلياس أو إياس؟ إياس. ألو. أنت اسمك إيه بالظبط؟ إياد. 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 إزيك يا إياد؟ أخبارك إيه؟ أنا إياد تاني. اتفضل. اتفضل. انا كنت متصل عشان اقول لاياد بس سلام على اياد. اهلا بيك. اهلا يا اياد. ازيك يا اياد؟ انا بحبه جدا على فكره يعني. ربنا يخليك. كويس. لازم تتفرج على المسلسل بقى. وكنت رسمته قبل كده وبعت له الرسمه في رساله على الفيس وعجبته. والله. يبقى انت اياس مش اياد. اياس. انت اياس. صح كده. صح يا اياس. ميرسي يا اياس، ابعتها له تاني. شكرا يا اياس. اسماء اتفضلي يا اسماء. خير مساتي الجميله. مساء الفل.
اللي بموت فيها كل سنه حضرتك طيبه وكل سنه وضيوفك الكرام الدكتور مدحت العدل الله يخليك والاستاذه هلا صدقي خفه الدم المصريه كلها هتشوفي بقى خفه الدم فظيعه تفضلي رايك يا رب هتشوفي ريهام بقى كما لم تريها من قبل طبعا والاستاذه ريهام عبد الغفور استاذ اياد طبعا الدكتور مدحت العدل ما بيطلعش من ايده حاجه وحشه ابدا الله يكرمك يا رب واحنا مفتقدينه قوي بصراحه الله يخليك في الدنيا الله يخليك يا رب وطالعين منه يعني طبعا المسلسل هيرجعنا للزمن الجميل ان شاء الله ان شاء الله ميرسي يا اسماء هتفطري ايه اول يوم يا اسماء حضرتي الاكل ولا لسه منيو كده نعم حضرتي هتفطري ايه اول يوم ده انا عماله افكر من دلوقتي وحامله الهم اسكتي يا دوبك اشتغل من دلوقتي اسكتي انا بضحك على الفرقيه كذا هذه المواضيع طيب ميرسي يا اسماء كوسات طيبه يا حبيبتي طب ايريني اتفضلي يا ايريني ايه الاسامي الحلوه دي ايريني مساء الخير مساء الكل اهلا بيكي انا كنت عايزه اقول لكل الفنانين رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبه حبيبه وانتي طيبه وانا متاكده ان انا هتفرج على المسلسل يا رب يا حبيبي ان شاء الله بعتذر عن كل الاتصالات الهاتفيه دكتور مدحت تقول ايه عن المسلسل قبل لا اقول بس هي قالت حاجه مهمه اللي قبليها المدام فعلا هتتفرجوا على مصر الحلوه مصر اللي كانت الناس مهذبه وبتتكلم بادب وبتتعامل مع بعض بشياكه بجد الحاجات اللي احنا افتقدناها دلوقتي يعني المصريين ايام ما كانوا بيرعوا حقوق الجيره ويقعدوا ليله الخميس من اول كل شهر كل العائلات بكل الديانات يسمعوا ام كلثوم العلاقات اللي افتقدناها دي الناس هتتفرج عليها في المسلسل وتحس ان فعلا مصر تستاهل كل حاجه كويسه وما تستاهلش اللي بتعمل فيها. صحيح. ريهام اقول ان انا فعلا مبسوطه قوي في المسلسل ده وفخوره ان انا بشتغل فيه وحقيقي من كتر ما الناس مستنياه يعني الواحد خايف يعني من كتر ما الاكسبكتيشنز عاليه جدا الواحد خايف بس انا واثقه جدا في دكتور مدحت ان الورق كان رائع وحقيقي ماندو مخرج رغم ان هو سنه صغير بس مخرج كبير حقيقي وانا ببقى واثقه قوي ان اكيد هيطلع كل اللي معاه باحسن شكل ليهم فربنا يسهل ان شاء الله ويعجب الناس باذن الله. هلا اقول يعني ان شاء الله يعجبكم ده مسلسل مهم ومحترم ومحتاج تفكير وهو عوده للدراما الحقيقيه اللي احنا افتقدناها اللي افتقدناها بعيد عن البلطجه وبعيد عن الحاجات السوقيه عايز اقول او التجاريه فدي كانت يعني ده حماسي للعمل فيه كمان وهي دعوه للحب المصريين السلام والحب واحنا في شهر رمضان لازم نحب الاخر ولازم نتقبل الاخر يعني بواسي ماندو مخرج العمل لانه منا حبيبتي منا شلبي من اول اسبوع وقعت اتكسرت وكانت متدمره يعني هي بتشتغل ورجلها تعبانه ومتجبسه وخطر على رجلها لكن هي بتشتغل بجد 18 ساعه واقف على رجلها وده في منتهى الخطوره على رجلها اياد اول اسبوع ايديه اتكسرت ومراته كانت مراته كانت لازم يعني اتبهدل كتير وبعدين عينيه فجأة انفجرت ريهام شرحه يعني كلنا يعني عندنا حوادث في المسلسل حصل حوادث كتيرة جدا للأبطال وكده الحمد لله ان هو يعني انجز اياد يعني او جبت بيبي في المسلسل ده يعني انا جالي نوح طيب الله الحمد لله مبروك تقول ايه على دورك في المسلسل يعني اضافه لانه انا متاكد ان احنا كلنا مبسوطين بالتجربه واحنا كلنا عايشين حاليا مرحله قلق بصراحه حتى لو احنا قاعدين وريلاكس لكن احنا كلنا حتى في اللوكيشن دلوقتي ماندو استاذ جمال الدكتور مدحت احنا ممثلين كلنا عايشين حاله القلق مستنيين انا كمان بشكل شخصي هقول انه انا بعد حاره اليهود في قلق تاني لانه حاره اليهود هيصعب علي الاختيارات بعد كده ده حقيقي دايما لما واحد يعمل دور كويس بيبقى قلقان من الادوار اللي انا دوري بيبتدي يبان مع المو قوي من الحلقه السابعه تقريبا او من السادسه خلاص من الحلقه الاولانيه خلاص يا هاله الحلقه الاولانيه وانت هايله بس في شغل لا بس هي حاجه يا لميس ما يعني ما تتخيلوا يعني ما يحطوش الاطار ده
لا في احداث كتير اتفرجوا بقى، خلي الناس تتفرج هلا، اتفرجوا على حاره اليهود، هيكون معانا على سي بي سي ضمن باقه من المسلسلات الجميله اللي احنا بنعرضها. عندنا غاده عبد الرازق، عندنا شيرين لاول مره، عندنا طبعا حاره اليهود، عندنا الكبير قوي، عندنا تحت السيطره، عندنا حاجات كتيره جدا. لكن يعني ارشح لكم حاره اليهود اللي هم ابطالهم ابطالنا معاهم النهارده، وان شاء الله يكون رمضان سعيد عليكم وعلينا جميعا، آمن على هذا الوطن اللي نتمنى دائما أن يبقى آمنا مستقرا سعيدا مزدهرا، وتفضل مصر، ما فيش أحلى من كده. بشكركم شكرا جزيلا، بقى في الاستوديو التاني اكسترا في لازم نفهم مع زملائي خير رمضان ومجدي الجلاد، ونقابلكم بقى في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طيبة، ميرسي قوي.